السلام عليكم واهلا بيكم في درس جديد من قناة ليزي بروجرامرز من كورس الجافا. في الدرس ده هناخد مع بعض شوية امثلة تجمع لنا الافكار اللي اتعلمناها في كذا درس فاتوا، بحيث تكون ضامن انك ملم بالمواضيع اللي فاتت وفاهم استخدامها بيكون ازاي، وكمان بقدر المستطاع نطور مهارة البروبلم سولفينج وحل المشكلات. بسم الله، تعالى نبدأ على طول بأول مثال معانا. لو نفترض ان احنا بنعمل تطبيق زي تطبيق طقس كده على الموبايل، عايزين التطبيق ده لو الظروف مش مناسبة، الجو مش مناسب، مثلا بيمطر او في تلج بره او درجة الحرارة عالية جامد، في الظروف اللي مش مناسبة دي يروح مطلع رسالة للمستخدم يقول له خليك في البيت او ما تخرجش النهاردة. غير ذلك او لو الظروف السيئة دي مش متحققة يبقى عادي يخرج. على سبيل المثال خلينا نحدد 3 ظروف هنتكلم عنهم، هل السماء بتنزل تلج او بتمطر، وكمان نزود عليهم مثلا درجة الحرارة فوق 50 مثلا، يعني درجة عالية جامد، وبرضو لو درجة الحرارة مثلا اقل من زيرو. تعال ننفذ الكلام ده. هنبدأ الاول بهل في تلج ولا لا. فدي زي ما تعودنا هتتخزن في بوليان نسميه مثلا is snowing، نديله دلوقتي اي قيمة ونفترض false. بعد كده زي is snowing ده هنعمل واحد تاني بوليان لو السماء بتمطر يبقى is raining، ونفترض برضو ان هو فولس. عايزين بقى متغير يشيل لنا درجة الحرارة عشان نعمل بيها بوليان اكسبريشن في الاف ستيتمنت اللي هنعملها. فدرجة الحرارة دي دايما بيبقى فيها كسور، فهتحتاج مثلا فلوت او دبل. خلينا نعملها دبل ونسمي المتغير مثلا تمبريتشر، وهنفترض مثلا درجة الحرارة 55. هبدأ بقى اكون الشرط بتاعي، هقول له اف وعايز احط الشروط هنا. فدلوقتي لو السماء بتمطر او بتنزل تلج او درجة الحرارة مش مناسبة او الحاجات دي حصلت، فالمفروض يقعد في البيت. بس واحنا بنقولها بنقول او، يعني لو واحده بس فيهم حصلت يبقى لازم يقعد في البيت. يعني مثلا ممكن تكون درجه الحراره زي دلوقتي كده 55 لكن السماء ولا بتمطر ولا بتنزل تلج، فالمفروض هنا الرابط المنطقي اللوجيكال اوبريتور اللي استخدمه يربط لي بين الشروط دي يكون او، بحيث لو واحد من الشروط دي تنفذ او للمستخدم يقعد في البيت. فنقول is snowing or is raining or، وده بقى مش هيكون متغير بوليان، لا انا هنا هكون بوليان اكسبريشن من درجة الحرارة. فاقول له لو التمبريتشر اكتر من 50 درجة، نزود كمان لو التمبريتشر اقل من 0. كده عملت 4 شروط وربطت بينهم بأو، فمعنى كده ان لو واحد فيهم اتنفذ اللي جوه الاف هيتنفذ. افتح الكيرلي بريسز وانزل السطر اللي تحتها، اجيب بس دي هنا كده، وهنا بقى هطبع المستخدم اس اوت، اقول له يقعد في البيت ستي هوم. انزل بقى بعد قفله الكيرلي بريسز دي واقول else، معنى كده ان مفيش حاجه من الظروف السيئه دي اتنفذت، فساعتها عادي ان هو يخرج. هطبع له برده رساله اس اوت، اقول له ليتس جو اوت. تمام كده، تعال نجرب البرنامج ونعمل رن. الاقي دلوقتي بيقول لي ستي هوم، مظبوط، لان درجه الحراره دلوقتي 55 فوق ال 50، يعني درجه مش مناسبه للخروج، فدخل جوه الاف ونفذ لي الشرط ده. طيب مثلا لو درجه الحراره 30، تعالى نعمل رن، كده درجه الحراره مناسبه عادي، فيقول لي ليتس جو اوت. طب افرض مثلا درجه الحراره سالب 5، هعمل رن، يقول لي ستي هوم لان دي اقل من الصفر، درجه حراره برده سيئه. طب لو درجه الحراره مظبوطه مثلا 20 لكن في مطر بره، نخلي دي ترو، هعمل رن، فكده يقول لي ستي هوم لان في مطر. وكذلك لو جربنا كل الحالات المختلفه فالبرنامج شغال تمام. وطبعا هيبقى عادي برده لو كذا ظرف من الظروف دي حصل مع بعضه، يعني مثلا السماء بتكون بتتلج والمطر ده نلغيه دلوقتي، ودرجه الحراره مثلا سالب 9، فكده في 2 من الشروط دي متحققه، عادي مفيش مشاكل، البرنامج هيمشي تمام. طلع لي برده ستي هوم اهو. تمام، ده كان المثال الاول. تعالى ناخد المثال التاني، همسح الكلام ده وارجع لك تاني. المثال ده بقى عايزين نعمل برنامج يقول لنا احنا دلوقتي في انهي وقت في اليوم. يعني اليوم بيكون متقسم 3 اجزاء، الصبح والنهار والليل. فوقت الصبح ده اللي هو بيبدا من الساعه 5 الفجر كده لحد الساعه 12، اول ما الساعه تيجي 12 لحد الساعه 8 او الساعه 20، فده كده وقت النهار اللي هو من 12 الظهر لحد الساعة 8. بعد كده الباقي اللي هو من 8 ل 5 تاني، ده كده وقت الليل. فاحنا عايزين البرنامج يطلع لنا احنا في انهي وقت من اليوم دلوقتي بناء على الساعة كام. يعني ايه؟ هيبقى في متغير هيشيل لنا الساعة كام، وبناء على الساعة كام هنطبع احنا في انهي وقت من اليوم. طيب كده انا شرحت لك المثال، يفضل جدا ان انت دلوقتي تحاول تعمله من غير ما تشوف، وانا واثق ان شاء الله انك هتقدر تعمله. وحتى لو ما قدرتش تعمله فمش مشكله خالص، لو انت هتعرف تعمل كل حاجه بقول لك عليها بسهوله ومن اول مره يبقى الكورس ده ملوش لازمه بالنسبه لك. فاكيد ممكن تواجه شويه صعوبه وانت بتعملها، لكن حاول، ده المطلوب. المطلوب انك تفكر ودماغك تشتغل وتطور البروبلم سولفينج عندك. طيب انا دلوقتي هبدا في الحل، يفضل بقى تروح انت تحاول تعمله وترجع لي عشان تشوف الحل السليم. بسم الله. اول حاجه هنحتاجها ان احنا نعمل المتغير اللي هيشيل لنا الساعه كام، فده ممكن يكون فيه انصاص ورباع وكده، فتعالى نخليه دبل ونسميه مثلا تايم، وهنقول بيساوي وليكن الساعه دلوقتي 15 اللي هي 3، يعني المفروض ان احنا كده في وقت النهار. تعالى نعمل كمان متغير سترينج نحط فيه الرساله اللي هتطلع للمستخدم، والرساله دي في كل اف او else اف هتتحدث عادي، يعني ممكن نعمل اس اوت عادي جدا مش لازم سترينج، انا بس عايز اوري لك شكل جديد. فهعمل متغير سترينج ونسميه مثلا تايم
اوف دي، وحاليا هو مش هيتحط فيه اي قيم، هعمل سيمي كولون وانزل. هبدأ بقى الجملة الشرطية بتاعتي. اول حاجة اف، افتح القوسين واحط الشروط. خلينا نبدأ الاول بوقت الصبح. فوقت الصبح ده هيبدأ من الساعة 5 وطالع لحد الساعة اقل من 12، يعني لو التايم اكبر من او يساوي الساعة 5 اللي هي الفجر، ده الشرط الاول. الشرط التاني يكون اقل من 12. هل استخدم هنا اند ولا اور؟ انا هنا عايزه لازم يكون محصور في المدة اللي ما بين 5 ل 12، يعني مش يكون اكبر من 5 بس، لا ده لازم يكون اكبر من 5 ولازم يكون اقل من 12. فطالما عايز الشرط يتحقق لما يكون الشرطين ترو، يبقى في الحالة دي استخدم اند زي ما اتعلمنا في درس اللوجيكال اوبريتورز. فاقول له اند تايم اقل من الساعة 12. افتح بقى كيرل بريسز، وهنا بقى ادي قيمة للمتغير السترينج ده تايم اوف دي، ادي له بقى قيمة ان احنا دلوقتي في وقت الصبح، فاقول له بيساوي مورنينج. هقفل بالسيمي كولون وانزل للشرط اللي تحتيه، وهعمل هنا else if بقى لان انا عندي ثلاث حالات، فاعمل else if. دلوقتي عايزين الوقت اللي بعديه اللي هو وقت النهار او الدي تايم، فده بيكون لو التايم اكبر من او يساوي 12 لحد الساعة 8، يبقى اند زي ما قلنا المرة اللي فاتت تايم المفروض لحد الساعة 8 يبقى اقل من الساعة 20 اللي هي 8. هطلع ورا البرنتسز وافتح كيرلي بريسز وانزل هنا، واحدث بقى قيمة المتغير السترينج اللي هو تايم اوف دي ده، اقول له بيساوي دي تايم، يعني احنا كده في وقت النهار. هقفل بالسيمي كولون وانزل اعمل الشرط الاخير. الشرط الاخير بقى ان احنا نكون بالليل، يعني من الساعة 20 لحد الساعة 5. بس خلي بالك لو جيت تكتب الشرط بتاعها هيلخبطك شوية، لان انت دلوقتي اللي متبقي لك في اليوم اصلا من الساعة 20 لحد 24، وبعديها بقى تقلب واحدة لحد 5، فعادي ممكن تقعد تكتبها واحدة واحدة. هتقول ان انت عايز الوقت يكون اكبر من او يساوي ال20 اند اقل من او يساوي ال24، تخلي دول يتعملوا الاول، حطهم في بارنثيسز او قوسين، وبعد كده بقى اور ان التايم اكبر من صفر اند التايم اقل من 5، وبرضه دول يكونوا في بارنثيسز. يعني عادي هتعمل الفترتين بس هتعملهم بأور في النص، لأن لو أي واحدة فيهم اتنفذت يعني من صفر لحد الخمسة ده أو من العشرين لحد الأربعة وعشرين، دول كلهم هيبقوا صح. طبعا كل ده ليه؟ لأن أنت ما ينفعش تقول له دلوقتي لو أكبر من 20 وأقل من 5، مفيش حاجة اسمها كده، دي حاجة عمرها ما هتتنفذ. أنت عايز رقم يكون أكبر من 20 وفي نفس الوقت أقل من 5، فطبعا ده يكون شرط بايظ ودايما هتكون نتيجته فولس. المهم بقى أنت ممكن تبعد عن كل اللخبطة دي وتستخدم إلس، لأن الأرقام الباقية كلها هي فترة الليل، هو برنامج هيمشي بالترتيب، هيعدي هنا وبعدين هنا وبعدين آخر حاجة عند الإلس، فمش هيوصل للإلس إلا لو الاتنين دول ما تنفذوش. معنى كده إن الساعة دلوقتي لا هي في وقت الصبح ولا هي في وقت النهار، يبقى أكيد هي خلاص كده في وقت الليل. فاستخدم هنا إلس عشان أسهل على نفسي، أفتح كيرلي بريسز وأنزل وأحدث السترينج بتاعي تايم أوف دي، أقول له يساوي نايت، هقفل هنا بالسيمي كولون. كده البرنامج خلص، بس لو عملت رن دلوقتي مفيش اي حاجه هتحصل، لان احنا ما عملناش امر طباعه، احنا عملنا متغير سترينج بس خزننا فيه القيم. فالمفروض بقى بعد ما كل الحاجات دي تخلص اقول له اس اوت المتغير السترينج التايم اوف دي، وهو بقى هيطبع لي القيمه النهائيه بتاعته حسب هو دخل في انهي جمله من الجمل دي. تعالى كده نعمل رن ونجرب البرنامج. دلوقتي الساعه 15، يعني الساعه 3، يعني احنا في وقت النهار، ففعلا مطلع لي دي تايم. نفترض مثلا الساعه دلوقتي 5 صباحا، اعمل رن طلع لي فعلا الصبح مورنينج. ولو مثلا جربت الساعة 9 بالليل، يعني الساعة 21، اعمل رن يطلع لي فعلا نايت بالليل. بكده انا بخلصنا البرنامج ده وخلصنا الدرس بتاع النهاردة. استخدمنا في الدرس ده الاف والالس اف والالس، واستخدمنا اللوجيكال اوبريتورز بطريقة مفيدة، عملنا بيها امثلة واقعية مفيدة جدا. وطبعا دي من اكتر الحاجات اللي هتقابلك في البرمجة وانت شغال، في كل كام سطر كود لازم بيكون فيه اف والالس اف، ولازم بيكون فيه لوجيكال اوبريتورز، حاجة يوميا بتستخدمها في البرمجة. ان شاء الله تكون اتمكنت منها وفهمتها كويس. كويس لحد كده، اشوفك الدرس الجاي ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس، وكمان تشارك القناة للناس اللي تعرفهم عشان تشجعنا ان احنا نواصل ونستمر في الكورس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.